قصص الأنبياء وقفنا فين؟ لم نقرأ قصص الأنبياء خالص؟ طيب، آدم سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض، يعني تراب الأرض. آدم لم يكن أبيض ولم يكن أسود، أديم الأرض، لون الأرض شوية كده. آدم خلقه الله بيده في 120 سنة. آدم ذكر في 25 موضعا في القرآن الكريم. آدم خلق يوم الجمعة ودخل الجنة يوم الجمعة وخرج من الجنة يوم الجمعة ومات يوم الجمعة، ويوم القيامة يوم جمعة. آدم أكل من الشجرة ناسيا أو مخطئا. آدم معصوم من الصغائر والكبائر، قال الله إني جاعل في الأرض، ولم يقل إني جاعل في السماء خليفة، لكن أسباب ومسببات. آدم فضله الله على الملائكة بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. آدم هبط إلى الأرض على جبال إفرست، وحواء نزلت في جدة. آدم يمشي من بلاد الهند إلى الكعبة يبحث عن حواء، وحواء تمشي إلى الكعبة، فجلس آدم على جبل عرفات يستريح من البحث، فشمت حواء رائحة الجنة، رائحة الجنة، فعلمت أن آدم هنا، فوجدته على جبل عرفة فسمي بجبل عرفة. أنجبت له 20 مرة، في كل مرة ذكر وأنثى. آدم أول من زرع القمح، حرفته الزراعة. آدم مات ابن هابيل بعد 125 سنة من مين؟ من عمر آدم. قابيل قتل هابيل حسدا واعتراضا على قسمة الله. كم عمر آدم؟ 125 سنة. بلغ آدم 130 سنة، يعني بعد 5 سنوات أنجب شيث. أنجب إيه؟ أول نبي بعد آدم. آدم سكن في كثير من الأرض، ومن هنا اختلفت الألسن، هنا يتكلم إنجليزي، هنا يتكلم فرنساوي، هنا يتكلم أي حاجة. آدم معظم سكنه كان في مكة وقيل في الهند. آدم عاش 950 سنة، ودفن على الراجح بجوار جبل قبيس أو على جبل قبيس. آدم دخل الجنة، اختلفوا في الجنة هل هي جنة أرضية ولا جنة السماء. الجمهور أنها جنة في السماء، جنة الخلد. بعض العلماء يقولون كانت جنة عبارة عن أشجار في الجبل، ومن هنا هبط آدم، أي نزل من الجبل إلى الإيه؟ إلى الأرض. أول نبي بعد آدم كان ابن شيث، الذي اشترك في غسل آدم مع الملائكة واشترك في دفن آدم مع الملائكة. شيث نبي ذكرته السنة ولم يذكره الكتاب العزيز، ذكرته السنة. آدم كان طوله 64 ذراع، وكان شعره كبير، فكانوا يشبهونه بالنخلة. يشبهونه بالإيه؟ آدم أين هو الآن؟ في قبره، والأنبياء أحياء في قبورهم. أين آدم؟ آدم في السماء الأولى، ففي رحلة الإسراء والمعراج رأى رسول الله آدم، فكان ينظر على اليمين فيضحك، ثم ينظر على اليسار فيبكي، فسأل الرسول جبريل ما الخبر؟ قال إنه ينظر إلى اليمين فيرى أولاده في الجنة فيفرح، ثم ينظر إلى اليسار فيرى أولاده في النار فيبكي. وهو مسلم وكافر، كل أولاد مين؟ آدم عليه السلام أبو البشر الأول.
حرفتهم كما قلت لكم الزراعة، سكن معظم بلاد الأرض. لكن معركة قابيل عندما قتل هابيل قتله على جبل قاسيون في سوريا، جبل اسمه إيه؟ قاسيون. في مشكلة؟ قاسيون في مشكلة؟ أكيد. خلص آدم، ها؟ وصلي له وسلم.